أهلا بكم مشاهدين الكرام، وتغطية جديدة من القاهرة الإخبارية نتناول خلالها آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. البداية بتطورات العدوان على قطاع غزة. ضربة مفتاح حماس تجاوزت 5000 صاروخ وقنابل. These are unconscionable actions. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كلهم ولاد صغار وبنات صغار. حماس. غزة is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الصور المباشرة من منطقة شمال قطاع غزة، حيث تشهد هذه المنطقة اجتياحا بريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو بأن هذه الصور هي يعني ترجمة للأحداث التي تجري الآن على الأرض. هناك استهداف أو عدة استهدافات على الأصح لهذه المناطق، مناطق شمال قطاع غزة تحديدا منطقة جباليا وشرق جباليا بشكل خاص. الحديث يدور حول عدد من الاستهدافات في تلك المنطقة، في محيط مستشفى العودة وفي منطقة تل الزعتر. هذه المناطق منذ ساعات وحتى الآن تشهد يعني عمليات عسكرية عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن أيضا اقتحام مستشفى العودة. وعلى ما يبدو بأن هذه الصور كما أشرت هي ترجمة لما يحدث في مناطق شمال قطاع غزة. أعمدة الدخان تخرج بشكل كثيف جدا وتتصاعد بشكل كثيف جدا من تلك المنطقة جراء الاستهدافات الإسرائيلية، والحديث أيضا يدور حول حرق عدد من المنازل وتدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المنطقة. نذكر هنا بأن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شمال قطاع غزة ما زالت مستمرة منذ عدد من الأيام، حوالي أسبوع حتى الآن، وما زالت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تأمر المواطنين بضرورة إخلاء المناطق، مناطق شمال قطاع غزة تحديدا بيت لاهيا، بيت حانون، منطقة شرق جباليا بالإضافة إلى جباليا المعسكر، وهذه مناطق عمليات عسكرية وفقا للمصادر الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 35 شخصا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية. ففي وسط مدينة غزة استشهد 16 فلسطينيا بقصف لجيش الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج، كذلك بعد استشهاد حوالي 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 آخرين في استهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي في المدينة ذاتها. وأوضحت وسائل الإعلام أن جيش الاحتلال استهدف أيضا تجمعا للمواطنين بالقرب من محطة وقود دلول بحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة. استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،
كما سقط 4 شهداء وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لنازحين خلال خروجهم من مركز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأعلنت هيئة الدفاع المدني انتشال جثث 6 شهداء من الفالوجة إثر قصف إسرائيلي أسفر كذلك عن إصابة 6 آخرين. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المكثف على المدينة فيما يبدو تمهيداً لتوغل أعمق. وأضاف مراسلنا أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز بمحيط بوابة صلاح الدين في شرق مدينة رفح الفلسطينية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في جباليا وأجبرت الطوائقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام 4 أيام. وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة بعد اعتقال أحدهم. وأشارت المصادر ذاتها أن المتبقي في المستشفى 14 موظفاً رفقة 11 مصاباً ومرافقين رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى. وأكدت خروج محافظتي غزة والشمال عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية خلال العدوان المتواصل منذ 7 من أكتوبر الماضي. لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الأبرياء خصوصاً النساء والأطفال في قطاع غزة، ولا تزال جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة تتكرر منذ بداية العدوان على القطاع في 7 من أكتوبر الماضي. لا يتوانى جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، فلا يمر يوم إلا وتسقط نيران الاحتلال عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء، إما باستهداف المنازل وهدمها على ساكنيها، وإما برصد أي تجمعات للمدنيين ثم قصفها. في شمال القطاع إلى جنوبه تضرب طائرات الاحتلال ومدافعه الفلسطينيين، مثل استهداف منزل في جباليا البلد شمالي القطاع، وقصف منطقة الفالوجة صاروخياً في هجوم أخرجت بعده عناصر الدفاع المدني 6 جثث لشهداء جراء العدوان. وحتى النازحون تغدر بهم قوات الاحتلال في أثناء تحركهم، فتقتلهم وهم يحاولون الحصول على ما يسد رمقهم ويروي عطشهم ويداوي جراحهم. وقبل كل ذلك البحث عن مأوى آمن، مثل ما حدث في استهداف النازحين من مراكز إيواء في مخيم جباليا، وفي واقعة أخرى سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف طائرات الاحتلال مواطنين كانوا يتجمعون قرب محطة للوقود بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وسط القطاع. وقائع لا تختلف عما حدث منذ نحو شهرين، حين استشهد أكثر من 20 فلسطينياً نازحاً كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، عندما فتحت دبابات وجنود جيش الاحتلال النيران تجاه حشد من الجوعى في نقطة لا تشكل خطورة على القوات الإسرائيلية. وحتى الآن لا رادع لمذابح إسرائيل في غزة، حيث باتت أعداد الضحايا تحصى بعشرات الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال. قالت فصائل فلسطينية إنها تمكنت من قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أعلنت الفصائل استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وأضافت أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في حي البرازيل جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية أيضاً. من جانبه أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل ضابط ومجندين اثنين خلال معارك شمالي قطاع غزة.
الله أكبر، الله أكبر. اهدى اهدى اهدى. أروح. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوف جالانت ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أكد على ضرورة إيجاد آلية فاعلة للفصل بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة. وينضم إلينا من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. يعني أيمن، ما الجديد لديك؟ نعم منى، يعني هي كانت ليلة ثقيلة على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جراء العمليات العسكرية، تحديدا في هذه الليلة التي كانت هناك قصف كبير من المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية في مدينة رفح بشكل متسارع وبشكل كبير خلال هذه الليلة، إضافة إلى ما كانت هناك أيضا اشتباكات ما بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منفذ رفح من الجهات الفلسطينية على مدار هذه الليلة، وكانت الأصوات مرتفعة بشكل ملحوظ سواء بالتبادل يعني إطلاق النيران سواء من الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة، إضافة إلى المدفعية التي كانت تقوم بإلقاء أو قنابلها بشكل متواصل على يعني مدينة رفح المناطق الشرقية تحديدا على حي الزهور وحي السلام، إضافة إلى يعني منطقة وسط البلد وأيضا المناطق المحيطة بمنفذ رفح البري من الجهات الفلسطينية. هي يعني هذه العمليات تستمر بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي ببدء المرحلة الثانية من الحرب على يعني تحديدا من التوغل في مدينة رفح، ودفع بلواء جديد لتصبح عدد الألوية التي تقوم بعمليات عسكرية في مدينة رفح 5 ألوية حتى هذه اللحظة. وهذه يعني بالتزامن مع ضم اللواء الجديد وازدادت وتيرة الاشتباكات ووتيرة العمليات العسكرية بالتوغلات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجهات الأخرى، وأيضا تزامن مع غارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يقوم على مدار الساعة باستهداف بنايات وغير ذلك من المنازل داخل مدينة رفح من الجهة الغربية والجنوبية. بهذا يأتي كما تعلمين في ظل تفاقم الوضع الإنساني ومناشدة وزارة الصحة الفلسطينية بإنفاذ المساعدات وأيضا إنفاذ الوقود الذي منع بشكل كامل حينما قام الاحتلال الإسرائيلي ببسط سيطرته الكاملة على منفذ رفح من الجهات الفلسطينية ومنع إيصال المساعدات بشكل كامل سواء المواد الأدوية أو أيضا الوقود الذي كان يستخدم في تشغيل المشافي وكان يستخدم أيضا في تشغيل المخابز وتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من هذه الحرب الممتدة لما يقرب حتى هذه اللحظة من نحو يعني 8 أشهر، إضافة إلى التوقف التام في المنشآت الصحية وغير ذلك التي أصبحت متوقفة في المناطق الشمالية التي تعاني بشكل كبير من المجاعة. وأيضا يعني كنا نرصد ونتابع بأن هناك الفلسطينيين أو الفلسطينيون كانوا يقومون في هذه الأيام بطحن الأعلاف وطحن حبوب يعني الحيوانات حتى يتمكنوا أو يطعموها لأطفالهم ويأكلون منها حتى يتمكنوا للبقاء على قيد الحياة دون الالتفات طبعا كما تجرى العادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للجرمة التي يرتكب ضد هؤلاء الفلسطينيين الذين يعانون من أسوأ كارثة إنسانية تعد هي الأسوأ في التاريخ.
التاريخ الحديث. يعني يتزامن مع ذلك منى هو التأهب الكامل من يعني من منفذ رفح البري من الجهة المصرية لإنفاذ أي من المساعدات أو أيضا استقبال الجرحى والمصابين حينما يسمح بذلك. ولكن على اليوم 17 على التوالي لا زال منفذ رفح من الجهة الفلسطينية مغلقا تماما، ولم يتمكن المصابون من التدفق على منفذ رفح من الجهة المصرية لتلقي الخدمة العلاجية، سواء من العلاج المبدئي الذي كان يقدمه أو تقدمه هيئة الإسعاف المصرية المتأهبة والمتمركزة حتى هذه اللحظة، وكانت تحول حالات إلى المستشفيات المصرية التي قدرت بأعداد كبيرة داخل المحافظات المختلفة، وكانت يعني وتقدم الخدمة العلاجية سواء لمن يعني يخضعون للعملية العلاجية في هذا التوقيت أو أيضا تأهبا لاستقبال المزيد في الفترة المقبلة. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا أيضا من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل أهلا وسهلا بك. إذن أوستن كان يتحدث عن ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية دكتور سهيل كانت وما زالت تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كيف من الممكن أن نصف هذا التصريح؟ شكرا على الاستضافة وتحياتي لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. هذا التصريح يأتي بعد أن أقر الكابينت بضرورة العودة إلى المفاوضات لصفقة تبادل أسرى، والسؤال يعود لماذا قرر مجلس الحرب هذا القرار بعد تجميد أسبوعين من المفاوضات. برأيي أن هنالك يعني بعض الأمور الجديدة التي حدثت، على رأسها خبو بريق ما يسمى ورقة رفح الذي رفعها نتنياهو فترة طويلة، وبدأ أنه لا يستطيع أن يحقق حتى الآن أي شيء من هذا الأمر، وهذه ورقته الأخيرة. والنقطة الثانية أن هنالك الجميع في داخل الإسرائيلي من الدولة العميقة يريدون العودة إلى التفاوض من أجل أن يصلوا إلى اليوم الثاني بعد الحرب بطريقة مخالفة لرأي نتنياهو. الأمر الثالث الصفعات الدولية المتتالية التي جاءت على إسرائيل من المحكمة الدولية الجنائية وأيضا من الاعتراف بالحق الفلسطيني والدولة الفلسطينية من دول أوروبية. ولكن علي أن أقول أمرا هاما، أن الموافقة على العودة للمفاوضات لا يعني أن الأهداف لكلا الأطراف بكابينات الحرب يعني متجانسة. نتنياهو اضطر اضطرارا للموافقة على صفقة عودة المفاوضات، وذلك لأنه يحاول أن يناور بأن الاستعداد للتفاوض لا يعني أن تبدأ المفاوضات، وبهذا يريد أن يكسب الوقت، وأيضا يراهن على إمكانية أن حماس ترفض التعديلات الإسرائيلية في بعض النقاط وخاصة نقطتين، ويراهن على إمكانية تغييرات ميدانية لصورة مصر ولو وهمية. فلذلك النقاش بداخل الكابينت الآن حول اليوم الثاني، هناك طرف لا يريد أن يرى جنودا إسرائيليين في قطاع غزة باليوم الثاني، وهم يريدون صفقة تبادل أسرى، وهناك طرف برئاسة نتنياهو لا يريد أن يكون انسحابا من قطاع غزة، وإنما مسؤولية أمنية إسرائيلية باليوم الثاني، فلذلك وأيضا لا يريد أن يصل إلى صفقة تبادل أسرى. نستطيع القول أن الذهاب إلى التفاوض لا يعني أن كل الأطراف يريدون هذه الصفقة وخاصة نتنياهو. فجاء تصريح أوستن من أجل دعم الدولة العميقة الإسرائيلية، لدعم جالانت والأجهزة الأمنية الشباك والموساد باتجاه ضرورة الذهاب إلى صفقة والوصول إلى نتيجة، لأن الولايات المتحدة ترى أن اليوم الثاني يجب أن لا يكون الجنود الإسرائيليين موجودين في قطاع غزة. نعم، يعني بالحديث عن موقف بنيامين نتنياهو، يعني أنت أشرت إلى أنها مناورة
هي على ما يبدو أنها كما أشرت يعني ربما مناورة داخلية وخارجية لكسب المواقف الداخلية واستجابة للضغوطات أيضا على الأقل التي تحاول أن تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إلى متى دكتور من الممكن أن يتمكن بنيامين نتنياهو من المناورة والاستمرار في هذه المناورة؟ بمعنى أنه خطته أصبحت مكشوفة إلى حد كبير، وبالتالي من يريد أن يتعامل مع هذه المناورة؟ هو يعلم ما في بال بنيامين نتنياهو. هل من الممكن أن يكون هناك يعني مقدمات ك يعني إثبات حسن النية؟ نتنياهو لن يغير موقفه، هذا قراءتي وتقديري، وأنه حسم أمره نهائيا، أنه ذاهب حتى النهاية، أنه لا يريد أي حل سياسي، لا يريد دولة فلسطينية، لا يريد حماس، لا يريد فتح، لا يريد أي مجموعة فلسطينية تطالب بحقها بأي شكل من الأشكال. هذا الأمر علينا أن نأخذه معطى وليس تقديرات، أو أنه يعني نتنياهو يتلقى ضغوطات من هذا الطرف أو ذاك. نعم. نتنياهو حسم أمره نهائيا. السؤال المركزي، كيف نرى التطورات في الأسبوعين القادمين بناء على تصريحات جانتس أنه أعطى مهلة لتماني ستي لنتنياهو لإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالأهداف الستة الذي وضعها أمام نتنياهو؟ يعني هل يأخذ نتنياهو أساسا هذا الأمر على محمل الجد دكتور؟ برأيي أن نتنياهو إذا هو يأخذ الأمر على محمل الجد فيما إذا لو تطور هذا الموقف ليجمع أيضا رأي جالانت وبعض الأوساط في داخل الليكود، والأمور آخذة في الضغط بهذا الاتجاه في داخل الائتلاف الحاكم وخاصة في حزب الليكود نفسه، ولكن لا يأبه لجانتس بهذه التهديدات فيما إذا استنتج أن جانتس وحده هو وأيزنكوت يخرجون من مجلس الحرب دون التأثير على الائتلاف الحاكم. نعم. المراهنة الآن هل الأسبوعين القادمين والخطوات القادمة وأي تسونامي إضافي سيحصل بعد صفعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل هناك المحكمة الدولية ستصدر أمرا بوقف الحرب على سبيل المثال، هل هناك ستكون صفعات إضافية على المستوى الميداني وعلى المستوى الدولي المتعلقة بإسرائيل، وكيف يتفاعل مع ذلك جالانت بالأساس ومن حوله من داخل الائتلاف الحاكم؟ هذا وخاصة لا ننسى أن هناك موضوعا حساسا جدا وهو قانون تجنيد الحريديم المتدينين. نعم. وهذا الأمر يشكل عائقا كبيرا أمام نتنياهو في الأيام القريبة. هذه المناورات يقوم بها نتنياهو ويحاول أن يتلاعب بين الملفات من أجل أن يعبر هذه الأزمة وصولا إلى الانتخابات الأمريكية. هذا وجهة نظره. نعم. وهل سيتمكن من فعلا أن تمر عليه هذه الفترة دون أن يكون هناك خسائر كبيرة؟ بمعنى أنه بنيامين نتنياهو يعلم بأنه الآن يدخل عملية انتحارية سياسية بالنسبة له، أوراقه تتساقط شيئا بعد شيء، وهو بحاجة إلى فوز كبير حتى يتمكن من إنقاذ نفسه سياسيا، ونحن نعلم بأنه يكترث لوضعه السياسي أكثر من أي شيء آخر. لكي نكون واضحين وصريحين مع بعضنا البعض من حيث المعلومات، حتى الآن نتنياهو لم يتأثر كثيرا من حيث قاعدته الانتخابية وائتلافه الحاكم. من يتأثر الآن ومن يدفع الثمن هو الحليف الأمريكي والشريك الأمريكي الذي يعطي الغطاء لإسرائيل. حتى الآن من يدفع الفاتورة سواء في الوضع الداخلي الأمريكي وسواء مع الحلفاء أمريكا في العالم وبالشرق الأوسط وسواء في المجتمع الدولي بمجلس الأمن والمحاكم الدولية هي الولايات المتحدة.
السؤال هل بهذه الفترة، وعلينا أن نرى أيضا تصريح المسؤول العسكري في الولايات المتحدة الآن اليوم مع جالان بهذا الإطار، أن هل من يدفع الثمن الآن الأمريكي الذي يدفع الثمن هل يقوم بخطوات من أجل أن لا يدفع مثل هذه الأثمان الغالية إلى الأمام ويضغط على إسرائيل بوسائل خشنة أم لا؟ هذه هي النقطة التي نعيش بها اليوم. فلذلك الاعتماد على الموقف الأمريكي الخشن تجاه إسرائيل إذا كان، والأمر الثاني إذا كانت تغيرات في داخل الائتلاف الحاكم مع جالانت ومن حوله من أجل إحداث شرخ حقيقي إما إجبار نتنياهو وإما إحالته إلى خارج المسرح السياسي. لكن دكتور، يعني هذا الموقف الذي وصفته بالخشن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل مقصود به أو المقصود به إسرائيل كحكومة أم بنيامين نتنياهو؟ لأننا يعني كثيرا ما بدأت تتعالى الأصوات حول الخلافات بشكل خاص مع بنيامين نتنياهو وليس مع الإسرائيل أو حتى الحكومة الإسرائيلية، وهذا أمر نعلم بأنه العلاقة بينهم استراتيجية عامة. منذ دخول رفح قبل أسبوعين ونيف تحول الأمر أن المسألة ليست فقط تؤثر على نتنياهو والتضحية بنتنياهو، لأن ما يقوم به نتنياهو ومن حوله بدأ يؤثر تأثيرا عميقا على الدولة الإسرائيلية العميقة، سواء في المجتمع الدولي وسواء بالعديد من المنصات حتى داخليا. فلذلك من يريد أن يفصل فصل نهائي بين من يقوم به نتنياهو وكأنه منفصل على ما تقوم به المؤسسة العامة الإسرائيلية يقع بخطأ كبير. الأمر الثاني أن من يعتقد أن المواربة والتلاعب والإقناع ولي كتف نتنياهو من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة، حتى الآن ليس فقط لم يؤدي إلى نتيجة وإنما أعطى إسرائيل فرص إضافية وفرصة تلو الفرصة لمواصلة هذا التعنس والصلف العالمي ودون اكتراث لأي شيء. فلذلك برأيي أن المسألة هي متعلقة بجانبين، الجانب الأمريكي الآن والتغيرات الإسرائيلية الداخلية ببدء دفع فاتورة المجتمع الإسرائيلي والدولة العميقة وليس فقط نتنياهو. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من الناصر الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العمليات الإسرائيلية قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني صعبت مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأشار بلينكن إلى رصد انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أيدي أشخاص ووحدات في الجيش الإسرائيلي، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن ترى إصلاحات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في أقرب وقت ممكن قبل أن تستأنف تمويلها. مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي أبطأ الحصار على سكان غزة منذ بدء عملياته العسكرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، يبقى الحديث عن مصير تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروعاً بل ضرورياً، واقع دفع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل للتصريح بأن القتال الدائر بالقرب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح يصعب مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبأنه بات على الأطراف الفاعلة البحث عن سبيل لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع بحيث يمكنها المرور بأمان. تصريحات بلينكن جاءت رغم إشارة واشنطن أكثر من مرة إلى ما يمكن أن يقدمه الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة على ساحل غزة لتأمين ممر دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جواً على القطاع. ومن ثم يؤكد ما قاله بلينكن الدور الذي يلعبه معبر رفح كشريان للحياة في القطاع،
منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهو الشريان الذي بات مسدوداً بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية التي تنظم عمل مثل هذه المناطق وقت الحروب. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، شكل معبر رفح البري بترتيبات مصرية النقطة الرئيسية التي تدخل منها المواد الإغاثية إلى قطاع غزة برًا، بعدما كان مقصوراً على دخول وخروج الفلسطينيين من وإلى الجانب المصري. وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها قوات الاحتلال هذا المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2005، بينما يستمر اصطفاف الشاحنات على الجانب المصري بما تحمله من المساعدات الإنسانية الآتية من مصر ومختلف دول العالم على أمل منح قبلة حياة جديدة للفلسطينيين. تظاهر عشرات الإسرائيليين من أهالي المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وطلب أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب بسرعة التوصل إلى صفقة من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ 7 أكتوبر الماضي. إذن نعود إلى هذه الصور المباشرة من منطقة شمال قطاع غزة، منطقة جباليا تحديدا. هذه المنطقة الآن تشهد استهدافات عنيفة جدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، هي منطقة اجتياح منذ عدة أيام. هناك حصار لعدد من المناطق المركزية في شمال قطاع غزة، تحديدا معسكر جباليا، أيضا منطقة تل الزعتر ومنطقة المشروع. منذ صباح هذا اليوم كان الاحتلال الإسرائيلي قد ألقى منشورات جديدة للأهالي في تلك المناطق يطالبهم بضرورة الإخلاء بشكل عاجل لتلك المناطق، وعلى ما يبدو بأنها سوف تشهد المزيد من الاستهدافات. بطبيعة الحال أيضا نستمع إلى أصوات الاشتباكات في تلك المناطق، وهي مناطق معروفة بأنها مكتظة بالسكان ومنازلها قريبة من بعضها البعض، وبالتالي قد تكون فعلا مركز للعمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه الأثناء. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أن مجلس الحرب وجه عقب اجتماعه الطارئ فريق التفاوض باستئناف المفاوضات من أجل عودة المحتجزين من قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا بأن أغلبية مطلقة في مجلس الحرب تدعم قرار استئناف المفاوضات، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توترات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء بني جانتس وغادي أيزنغوت ويوف جالانت وبعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي. والمزيد من التحليل ينضم إلينا من الناصرة فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا أستاذ فايز. إذن المزيد من الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، ويعني ربما الآن كان قرار باستئناف المفاوضات أمرا مفاجئا، على ما يبدو بأن هناك محاولات من قبل بنيامين نتنياهو لتعديل ما تم تعطيله خلال الفترة الماضية، كيف نقرأ هذه الصور؟ صباح الخير. عمليا بالأمس يعني صحيح كان هناك إجماع داخل كابينيت الحرب الإسرائيلي بأهمية استئناف هذه المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن ما الذي دفع بنتنياهو الآن أن يوافق على العودة إلى المفاوضات؟ وهو كان قد رفض العودة إلى المفاوضات قبل 4 أو 5 أيام. نعم. حتى أنه استهزأ من ممثل الجيش داخل
كابينيت الحرب الذي قدم اقتراحا للعودة إلى المفاوضات، وقال له نتنياهو أنتم لا تعرفون كيف تديرون المفاوضات. لكن بعد نشر أمس بث شريط حول المجندات اللواتي تم عصرهن لمدة 3 دقائق، هذا بث هذا الشريط أثار الغضب داخل الشارع الإسرائيلي، وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين مطالبين بالصفقة، الصفقة الآن كان هذا الشعار. ونتنياهو طبعا هو اغتصب عمليا على أن يوافق على العودة إلى هذه المفاوضات طبعا يعني. لكن عمليا نتنياهو أو في البيان الذي أصدره نتنياهو لم يتم التطرق إلى كيف ستتم هذه المفاوضات ومن الوسيط هذه المرة، خاصة وأن إسرائيل توجه الاتهامات إلى مصر بأنها قامت بتغيير الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل فترة وجيزة، وهذه الاتهامات والهجوم على مصر كان غير مسبوق يعني. وطبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن مصر هددت بوقف وساطتها إذا استمر هذا التحريض ضد مصر. لكن عمليا يعني حتى الآن يعني لم يتم التعرف على الجهة التي ستكون الوسيط بين إسرائيل وحماس. نعم. لذلك أعتقد أن نتنياهو حتى الآن هو قرر العودة إلى هذه المفاوضات، لكنه لم يقرر بعد من هو الوسيط، ونحن نعلم أن مصر هي الوسيط الأكبر في هذه المفاوضات، وبالإضافة إلى قطر أيضا. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن ذلك. نتنياهو الآن اضطر إلى العودة إلى هذه المفاوضات بسبب الضغط الشعبي وضغط عائلات المحتجزين في قطاع غزة عليه وعلى حكومته بالعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى صفقة حتى وإن كان الثمن إنهاء هذه الحرب على قطاع غزة. لكن يعني عمليا في نفس الوقت الذي يتم فيه التحدث عن العودة إلى المفاوضات، الجيش الإسرائيلي يعمق طبعا احتلاله لرفح. نعم. وقصف كما ذكرت قبل قليل يعني قصف جباليا وغزة ومواصلة العمليات العسكرية بكثافة وعنف، يعني هذا يعني لا يتفق مع النوايا الحسنة لإسرائيل فعلا. إذا لو أرادت الحكومة الإسرائيلية العودة إلى المفاوضات، أنا لا أقول كان عليها أن توقف إطلاق النار، لكن أن تكثف عملياتها العسكرية صباح هذا اليوم إن كان في جباليا أو في رفح، هذا دليل على أن إسرائيل غير جدية في قرارها بالعودة إلى هذه المفاوضات. والسؤال هنا الكبير هو ماذا سيكون موقف مصر من هذا من القرار الإسرائيلي؟ هل ستعود مصر إلى أن تكون هي الوسيط في هذه المفاوضات؟ لأنه بدون مصر باعتقادي أن هذه المفاوضات لن تنجح ولن يكون لها أي تأثير حتى وإن جرت، إن كان في الدوحة أو في مكان آخر. يعني ربما لهذا أستاذ فايز كنت أود أن أسألك، يعني هناك تصريح لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتحدث فيه عن ضرورة أن يعني تستأنف التفاهمات بين إسرائيل ومصر على الأقل الآن لفتح معبر رفح وتسهيل إدخال المساعدات، وبالتالي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية هل من الممكن أن ينقذ هذا الوضع؟ باعتقادي لا، لن ينقذ هذا الوضع، لأن إسرائيل هي التي تحتل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهي بإمكانها أن تقرر فتحه الآن.
دون الوساطة الأمريكية أو دون الضغط الأمريكي. قصدت أستاذ عباس، قصدت بذلك هل من الممكن أن يعني تكون يعني وسيط للإصلاح بالعلاقة ربما بين إسرائيل بعد التصريحات التي سمعناها مؤخرا وبين الموقف الذي يتخذ الآن في مصر؟ من الممكن، يعني أنا لا أستبعد ذلك، أن يكون طبعا التدخل الأمريكي من أجل طبعا التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية مصرية في كل ما يتعلق بقضية معبر رفح. لكن عمليا هذا الأمر يتعلق بإسرائيل، إسرائيل هي التي احتلت هذا الحاجز أو هذا المعبر، وإسرائيل قالت هذا المعبر لن يفتح. وبعد ذلك إسرائيل اتهمت مصر بأنها هي التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. يعني عمليا هنا إسرائيل تحاول، هي لا تريد أن تفتح المعبر، لكنها تحاول اتهام مصر، أن تتحمل مصر مسؤولية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وإسرائيل يعني هي في الفترة الأخيرة هي دائما يعني نسمع ونرى الاتهامات لمصر والهجوم على الموقف المصري بكل ما يتعلق إن كان بالمفاوضات أو كل ما يتعلق بمعبر رفح. إسرائيل يعني عمليا هي تريد توجيه أصابع الاتهام إلى القاهرة، لكن يعني الكل يعلم أن هذا غير صحيح. التدخل الأمريكي ممكن أن يساهم في التوصل إلى تسوية بكل ما يتعلق بمعبر رفح، لكن القيادة المصرية أعلنت أنه لن تتعاون مع إدارة المعبر إذا كانت إسرائيل هي التي ستدير هذا المعبر، أي الاحتلال الإسرائيلي. وإسرائيل ترفض أن يكون هناك أي جهة، يعني حتى أنها توجهت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، نعم، أن تدير هذا المعبر، لكن بشكل وليس كأنها السلطة هي من تديره، ولكن السلطة رفضت هذا الطلب أيضا. لذلك أعتقد الآن المفاوضات حول الصفقة ومعبر رفح هي تتعلق بإسرائيل أولا وأخيرا وليس بمصر. إسرائيل هي المسؤولة ومصر لا تتحمل أي مسؤولية في هذه القضية. نعم، يعني سؤال سريع أستاذ عباس، يعني عقب القرارات التي اتخذت في لاهاي بحق القادة الإسرائيليين، والآن هناك مخاوف من أن يمتد ذلك أيضا على قرارات قد تتخذ في مجلس الأمن، وقد يعني تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حق نقض الفيتو لحماية إسرائيل. هل من الممكن أن تدفع كل هذه القرارات وهذه المواقف الدولية إسرائيل وتحديدا الحكومة الآن إلى زيادة حدة العنف في قطاع غزة لمحاولة تحقيق بعض الأهداف التي قد يراها بنيامين نتنياهو، أم أنها من الممكن أن تدفع أكثر باتجاه أن يعني يتم التوصل ربما لاتفاقات وتفاهمات قريبة؟ لا، يعني بعتقد أن إسرائيل ستزيد من عنفها وهجومها وقصفها وقتلها في قطاع غزة، وأيضا بسبب هذه الإجراءات إن كان في محكمة الجنايات الدولية أو اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية. هي عمليا بدأت في ذلك على أرض الواقع. إسرائيل أعلنت أنها لن تحول أموال المقاصة إلى المالية الفلسطينية، وهذا يعني تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر، ممكن أن يؤدي حتى إلى انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل. وأيضا يعني نعم، جالانت أعلن بالأمس عن إعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، نعم، المحتلة، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى على السلطة الوطنية الفلسطينية، نعم،
ومنع العمال من الدخول والعمل وتضييق الخناق صحيح. الاقتصادي على الشعب الفلسطيني. إذن ربما هذه السياسة التي عادة ما ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، يعني زيادة الضغط على الجانب الفلسطيني في كل مرة يزداد فيها الضغط عليه دوليا. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من الناصرة الأستاذ فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب كل أشكال الانتهاكات في عدوانه على قطاع غزة، وتستهدف نيران قوات الاحتلال كل صور الحياة في غزة ما دامت تمنح الفلسطينيين فرصة للعيش بأمان. استهداف كل ما من شأنه أن يساهم في البقاء على قيد الحياة، استراتيجية وحشية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، بداية من استهداف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية للمرافق الهامة، وصولاً لحصار شامل يمنع عن السكان كافة مقومات الحياة الأساسية، مروراً بقصف كل يد تقدم المساعدة. هكذا يشاهد العالم انتهاكات الحقوق الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق شعب أعزل كل ذنبه أنه يعيش داخل غزة. في أحدث مشاهد استهداف الاحتلال لمقومات الحياة الأساسية هي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الصيادين في رفح الفلسطينية الذين يستيقظون في كل صباح إن حالفهم الحظ في ذلك ليجازفون بأرواحهم للبحث عن طعام في تلك المياه الخطيرة. الاحتلال لم يتوقف عند استهداف المدنيين في قلب البحر، بل أيضاً القوارب على الشواطئ لمنعهم من الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية وهي الطعام، بين عدوان غاشم وحصار شامل يجد سكان غزة أنفسهم مشتتين في دوامة من الجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية. يواجه النازحون الفلسطينيون الذين فروا إلى مخيم المواصي مخاطر صحية مع تزايد النفايات التي تتراكم بجانب الخيام المؤقتة، وأكد الفلسطينيون أنهم يعانون انتشار الأمراض خاصة بين الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام مقومات الحياة الأساسية في ظل استمرار الحصار والعدوان. عن أي أمان يتحدث المحتل داخل قطاع غزة في ظل انعدام كافة مقومات الحياة الأساسية؟ كيف تكون المنطقة الآمنة لمدنيين عزل من وجهة نظر الدول الغربية التي تؤيد الاحتلال؟ أين المفر لأبناء غزة؟ وهل يجدي هذا الفرار؟ تساؤلات تبقى بلا إجابة. تقتل الفلسطينيين في غزة 1000 مرة أكثر من رصاصات الاحتلال الغادرة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يتحمله أي مخلوق حي على وجه الأرض في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم. ففي مخيم المواصي الذي من المفترض أن يكون آمناً صار يسكن فيه 10,000 من النازحين الفلسطينيين الهاربين من الغارات العشوائية للاحتلال الإسرائيلي ليعيشوا متكدسين بين أكوام النفايات والحطام والركام يعانون من الأمراض بينما يعيشون في رعب من أصوات الغارات تحت حرارة شمس الصيف العنيفة تتراكم جبال من النفايات التي يقطنها آلاف الحشرات والقوارض بجانب أولئك الذين اتخذوا من الخيام البالية مستقراً مؤقتاً. عجزت المرادفات اللغوية المختلفة عن وصف انعدام المشاعر الإنسانية والمشاهد الموثقة المأساوية التي يواجهها سكان القطاع المحاصرين لأكثر من 7 أشهر متواصلة في جريمة ضد الإنسانية. أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ومخيمها، وكان 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين من داخل وخارج المدينة ومخيمها منذ صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدا بينهم 4 أطفال فضلا عن إصابة أكثر
من 25 آخرين. أعلنت القوى الوطنية في جنين بالضفة الغربية المحتلة أنها ستنفذ إضرابا شاملا اليوم، وأشارت القوى إلى أن القرار يأتي حدادا على استشهاد 12 فلسطينيا في عملية اقتحام استمرت يومين للمدينة ومخيمها. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها بعد الاقتحام الذي أصيب خلاله أيضا عدد من المواطنين. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة أحد أفراد طاقم الفندق الذي يقيم فيه الصحفيون وسط مدينة جنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وكانت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لمحاصرة الفندق، كما دمرت بجرافات عسكرية عدة غرف تابعة للفندق واعتقلت شابا فلسطينيا. والآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. صفارات الإنذار في منطقة المطلة بالجليل الأعلى قرب الحدود الإسرائيلية مع لبنان. جاء ذلك عقب إعلان الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط بلدة كفر دجال بمنطقة النبطية جنوبي لبنان. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 8 عمليات ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. وأشار حزب الله إلى قصف مواقع السماقة والبغدادي وجل العلام، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في تلة الطيحات، فضلا عن شن هجوم بالمسيرات على مرابض مدفعية للكتيبة 403 جنوبي بيت هلل. تغطيتنا مستمرة، نلتقيكم من جديد على رأس الساعة، ابقوا معنا.